السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنتحدثوا على أهمية أشعة الشمس بالنسبة لتربية الأرانب. لاحظوا معايا أننا هذا الصباح هذا راني نط، هانتوما راني كنحل عليهم، يعني كاين واحد الغطاء كنديروا عليهم يعني في الليل باش يدفاو، ولكن بالنسبة للفترة الصباحية شوفوا شنو راني داير، حليت هما كاينه واحد الإشعاع ديال الشمس. دابا راه الساعة راها تقريبا نقولوا راها تسعة، حليت عليهم مدة ساعة من 8 ل 9، يعني يلاه جات الشمس حليت عليهم. هاد الشمس شنو كدير لهم؟ يعني في الحقيقة راها مهمة ومهمة بزاف بالنسبة للأرانب. يعني يعني الفضلات اللي كتكون اللي كيبرزوها انها كتهود في الكاج، هذاك الشمس كتحيد ديك واحد الريحه، يعني واحد الغاز كينبعث من هذيك الفضلات سميتو غاز الانيميا. هذا الغاز راه كيأثر عليهم في العين ديالهم، يعني ممكن انه يأثر عليهم في العينين ديالهم. الا مشاو تا هذاك الغاز استنشقوه كيولي عندهم ديما العماش في العينين ديالهم. شوفوا الشمس شنو كدير، بالاضافه الى ان الشمس فيها طاقه اي بي معروفه، الطاقه كتعطى للارانب. في نفس الوقت شوفوا انهم مرتاحين وكيدفاو في نفس الوقت، هذوك البروده ديال 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 الليل كتعوضوها لهم في النهار. يعني بالنهار كيولي في هذيك الفتره ديال الساعه من الاحسن تعطيهم ساعه بالضبط ديال 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 يعني ديال الشمس، وهذيك الشمس ديال الصباح ماشي الشمس ديال 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 الفترة الظاهرة، لأن الشمس ديال الفترة الظاهرة راه ممكن تقتلهم. راه كاين فرق ما بين الشمس وشمس. الشمس ديال الصباح أنا دابا واقف فيها ما كنحسش بها أنها ضراني، أما ملي توصل الوقيتة ديال الظاهرة هذيك الشمس ممكن أنها تأذيني لبقيت واقف فيها بزاف. هذا هو حتى الأرانب هكاك داينين، أما دابا كتحس بهم. شوفوا هاد الذكر بحال اللي راه متكي وعاجبه الشميسة، أنتم يعني ما غاديش تضروا هاد الشميسة هادي بحرا كتنظفوا. يعني راه الشمس راه كيقول لك الدار او البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. يعني الشمس راها اي حاجه راها صالحه لها، يعني كتنقي كتطهر، يعني اذا كانت فيه شي حشرات ولا شي حاجه هو الشمس كتنقي وكتطهر. القضيه ديال الشمس او ثاني اش كدير، انها كتدفي كتعطيهم واحد الدفء. هذاك الناس اللي دايرين الارانب ديالهم غير في البروده واخا داك الشعر ديالهم كيكون كيحميهم من البرد، ولكن كاينه واحد القضيه ديال الرطوبه، ان هذاك البروده كترجع عليهم بالرطوبه، كيولي عندهم واحد الماء انتم ما كتحسوش به. الا مشيتوا شديتوا الارانب ديالكم ويعني لمسوها كتلقاو فيهم بحال الماء، بحال الندى كاين من الفوق. هذاك الندى سمو كيرجع عليهم بالماء، كيولي رطوبه. هذيك الرطوبه ممكن انها تاديهم تكون فوق الشعر ديالهم واحد النوع ديال الفطريات. هذوك الفطريات ديما كتلاحظوها انها كاينه، سمو هي واحد القشره رقيقه إلا لاحظتوها الناس اللي عندهم كيجان وما كيخرجوش الأرانب ديالهم من الشمس. هذاك الفطريات كتطور وممكن أنها تولي جربة الله يسر، لأن ذاك القشور إلا ما داواتش، وهي علاش غادي نداويوها مادام حنا عاطينا الله الأشعة ديال الشمس اللي في الحقيقة مجانية. ممكن أنكم غير الكاج تعرضوه مباشرة للشمس، ولكن بتوقيت، ماشي تقولوا الشمس يعني وغادي تبقاو تشدوا الارانب ديالكم وتحلوا عليهم نهار كامل. لا، ساعه كافيه ديروها بالحساب، اعطيهم ياكلوا في هذيك الوقيته ديال الماكله، يعني حلوا عليهم الى عندكم شي غطاء او باب ولا شي حاجه اللي باش يطلع على الشمس، حلوا على الارانب ديالكم وشمسوهم. كونوا متاكدين ان العينين ديالهم كيصفاو، الجلد ديالهم كيولي سميك، سميتو كيفلفلوا دغيا، كيكبروا دغيا، لان الشمس كتحيد عليهم ديك الرطوبه وديك الخوف اللي كيكون عندهم
تخيلوا ان واحد الارنب يعني عايش غير في الظلمه، كيولي اولا خايف، كيولي العينين ديالو الا مشي تخرجتو الشمس كتحس به بحال العينين ديالو مسدودين ما قادرش يحلهم. اما الا بقيتو كتعطيه الشمس كيولي بعدا اللمعان ديال 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 الشعر ديالو كيولي كيلمع. علاش؟ لان الشمس نقات هذاك داك الفطريات اللي ممكن انها تنبت فوق فوق فوق, فوق الجلد. وكاين عاوتاني تا الغازات اللي كينبعثوا من الفضلات ديالهم، ان الشمس كتحرقهم وكتخليك الكاش ديما يعني معقم. حنا نقولوا ماشي غير مطهر ولكن معقم، هذه هي الكلمه الحقيقه اللي خصها تتقال في هذا الموضوع، وهو ان الشمس كتعقم الارانب ديالك وكتعقم الكاج وكتعقم الفضلات وكل شيء كيدوز على اكمل وجه. علاش؟ لان الله راه عاطينا بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نتعاملوا معها، خصنا نتعاملوا مع الشمس، خصنا نتعاملوا مع البرد، اي حاجه يعني الطبيعه خصنا نعرفوا نتعاملوا معها. الا حنا عرفنا نتعاملوا معها كانسان خصنا حتى الحيوان وخصوصا هذا الكائن يعني البسيط، هذا الكائن اللي ممكن اننا نربحوا منه، لما لا؟ علاش ما نفهموش ونعرفوا هو اش باغي؟ الا عرفنا هو اش باغي صافي ممكن اننا نستافدوا منه ونربحوا منه ان شاء الله. الحلقه ديالنا راه سالات، راه حلقه مفيده ومهمة. حاولوا أنكم تبحثوا على الدوران ديال الشمس في الكاج ديالكم وتشمسوا الأرانب ديالكم في الفترة الصباحية. هذا هو الملخص ديال الحلقة إن شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي، وتساندونا بزر جيم. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.